ضعنا في الوضع الآن بعد هذا القصف الذي ردت به المدفعية التركية والقوات التركية على قوات النظام. نعم، حقيقة ما زال التقدم الكبير مستمر لقوات المعارضة على الأرض. فبعد السيطرة على مدينة سراقب، سيطرت قوات المعارضة بغطاء مدفعي تركيا على عدة مدن وبلدات، على عدة بلدات في ريف إدلب الشرقي، أبرزها دابيخ ومرديخ وكفر بطيخ في ريف إدلب الشرقي. كذلك سيطرت قوات المعارضة على قرية جوباس الاستراتيجية جنوب غرب مدينة سراقب. قطعت قوات المعارضة طريقي M4 و M5 الدوليين بعد سيطرة قوات النظام على كامل طريق M5 لعدة أيام، وتسيير عدة آليات على الطريق. نعم، هل هناك أي روايات لما حدث بالأمس؟ هل هناك أي جديد؟ هل هناك أي تمركزات جديدة لقوات النظام، للقوات التركية؟ حقيقة سمع أصوات قصف عنيف من القواعد التركية في شتى مناطق الشمال السوري، حتى في مناطق ريف حلب الشمالي، وأيضا سمع دوي غارات جوية للطيران التركي على مواقع لقوات النظام. لم يعرف عدد خسائر قوات النظام حتى الآن. تكتم شديد من قبل قوات النظام على خسائرها جراء هذه الغارات وهذه القصفات من القواعد التركية. نعم. أيضا على الصعيد الميداني تستمر قوات النظام وحليفها الروسي باستهداف الأماكن السكنية في محافظة إدلب. قتل صباح الأمس عدة مدنيين في قصف على مدينة بنش، أيضا في قصف جوي روسي على مدينة إدلب. أما بالنسبة للجنود الأتراك الذين قتلوا في ريف إدلب الجنوبي، قتلوا في نقطة عسكرية ببلدة بليون في جبل الزاوية. أكدت المراصد الميدانية ووحدات الرصد أن الطائرة التي استهدفت القوات التركية هي طائرة روسية أقلعت من مطار حميميم، والذي يعتبر قاعدة عسكرية روسية. نعم، براء، إذا تحدثنا عن قرب انتهاء المهلة التي أعلنها الرئيس التركي، هل يتوقع أنه خلال هذه المدة أن يتم تراجع أو إخضاع قوات النظام للرجوع إلى ما خلف نقاط المراقبة التركية التي تحدث عنها الرئيس؟ هل ترى أنه على الأرض يحدث ذلك؟ نعم، يبدو أن تركيا عازمة على استرجاع هذه المناطق ودحر النظام إلى ما بعد النقاط التركية التي حاصرها النظام بالآونة الأخيرة. استعدادات قوات المعارضة تشير إلى ذلك، و حشودات كبيرة بعد السيطرة على مدينة سراقب. الأنظار تتوجه إلى مدينة معرض النعمان، ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب، كذلك إلى ريفها الشرقي الذي يضم عدة نقاط مراقبة تركية. كذلك في ريف سراقب الشرقي هناك نقطة مراقبة تركية محاصرة، أيضا تتجه الأنظار نحو هذه المناطق. أيضا عدة مناطق تهدف هذه العملية المرتقبة للسيطرة عليها. هجوم يتوقع أنه سيكون الأهجم الأقوى من قوات المعارضة. نعم. بدعم تركيا، ويتوقع دخول الطيران التركي حسب تصريحات الرئاسة التركية. أخيرا براء، فيما يخص الوضع الإنساني، لو تضعنا في الوضع الإنساني خاصة في الساعات الأخيرة. حقيقة حركات النزوح لا تتوقف من مناطق ريف إدلب وريف حلب الغربي وعدة مناطق في ريف إدلب. لا تتوقف حركات النزوح إلى ريف حلب الشمالي وريف حلب الشرقي، في مناطق إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني في درع الفرات وغوص الزيتون. حركات نزوح كثيفة، أعداد كبيرة. هل دخلوا بالفعل إلى داخل تركيا؟ هناك أنباء تتحدث عن أنهم تم السماح لهم بالدخول إلى داخل تركيا، بعض المواقع تتحدث عن ذلك. لا، حدث هناك غلط في الموضوع. التركية سمحت لبعض اللاجئين بالعبور من أراضيها إلى اليونان، أما الحدود السورية التركية مغلقة بالكامل. نعم. ولا يوجد أي مكان يدخل منه السوريون إلى الحدود السورية التركية. الصحفي الميداني عبر سكايب براء الرزوق، شكرا جزيلا لك. أنا الآن أتحول